السلام عليكم ورحمة الله. وصول سيارات أوبل إلى ميناء مستغانم، حوالي 300 سيارة لهذه العلامة وصلت إلى ميناء مستغانم، ربما بعد 15 نوفمبر أو قبل نهاية هذا الشهر يعني بشكل عام. ربما سيعلن هذا الوكيل عن الأسعار، وأيضا يمكن أن يفتح الطلبيات كذلك للناس اللي قادرة تشتري سيارات أوبل. سنتعرف على الأسعار يعني قبل نهاية هذا الشهر، وأيضا يمكن فتح الطلبيات بإذن الله. سيارات أوبل كانت يعني بعض المواقع تحدثت منذ حوالي 10 أيام، وقالوا بأنها ستكون إن شاء الله متواجدة في منتصف شهر نوفمبر، وأوبل ستستورد حوالي 4000 سيارة. هذا والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله.